أصعب حلقة عملت فيها سيرش هي حلقة شمس المعارف، لأن الحقيقة هو كتاب ملوش أي مصدر. ولكن هل الكتاب ده جاي من عالم آخر؟ هل الكتاب ده فعلا له تأثير قوي علينا؟ هل الكتاب ده بيدمر وبيغير حياة الإنسان اللي ممكن يقراه؟ هنشوف. 622 هجرية، توفى الشيخ أحمد البوني مؤلف كتاب شمس المعارف ولطائف العوارف. الكتاب ده من أصعب كتب السحر والشعوذة المعروفة على مستوى العالم العربي. فضل موجود شمس المعارف في البداية عبارة عن مجموعة من القصصات، يعني حكايات كتير جدا مقصوصة كده، وكل واحدة لوحدها، وكانت ملفوفة كده زي في حاجات بدائية جدا يعني، وهي دي كانت النسخة الأولى الموجودة. ولكن النسخة الأولى اللي اتجمعت بشكل أفضل كويس شوية اتطبعت في المكتبة الشعبية في بيروت سنة 1985، والنسخة دي من 577 صفحة. لكن كل الأدلة بتقول ان كتاب شمس المعارف اتحرف كتير جدا، وتشال منه حاجات كتير جدا، وتشال منه أوراق مهمة جدا، وقدام شوية هنعرف ليه. وزي ما قلت في الأول، هو من أخطر كتب السحر والدجل والشعوذة والطلاسم والأعمال السفلية والحاجات الغريبة دي. ولكن هل فعلا شمس المعارف كتاب يستحق كل الخوف ده؟ ليه ما تكونش دي مجرد دعاية عشان تزيد مبيعاته، وانه فعلا ملوش اي تأثير؟ الكتاب من 40 فصل، وكل فصل بيتناول جزء معين في اعمال السحر او في المعاني اللي موجود. ولكن قبل ما نتكلم فيها بشكل تفصيلي شوية، نعرف الاول مين هو احمد البوني. احمد البوني هو شيخ مسلم صوفي، وهو اساسا جزائري، ولكنه عاش في مصر واستقر في مصر وتوفى في مصر، وكان معروف عنه الاعتدال. ولكن في الفتره الاخيره من حياته بدا يتجه الى اعمال الدجل او اعمال السحر شويه، وبدا يؤمن بوجود القوى الخارجيه، وبدا يالف او يكتب كتاب شمس المعارف بطريقه مختلفه ما كانتش موجوده اساسا قبل كده. حتى في كبرى كتب السحر اللي كانت موجوده في الزمن ده، ما حدش خالص شاف اللي مكتوب ده قبل كده. وده اللي خلى ناس كتير جدا تقول ان اللي كتب كتاب شمس المعارف مش احمد البوني، لا ده احد كبار الجن هو اللي كتب الكتاب، او هو اللي ساعده في كتابة هذه الكتاب وهذه الطلاسم الغريبة المبنية على فكرة الحروف. وفعليا دور احمد البوني بس ان هو يقول ان الكتاب هو. الفكرة ان الشيخ احمد البوني كمان ذكر جوه كتاب شمس المعارف مجموعة من الحروف، مجموعة من الارقام، ومجموعة من الاسماء الغريبة او الرموز الغريبة. في الاخر هي بترمز لحاجات كونية او حاجات ما وراء الطبيعة او ما وراء الحياة، ومش كل الناس تعرفها او حتى ما تسمعش عنها. كل السيرش اللي انا عملته على شمس المعارف، او الناس اللي اتأثرت بشمس المعارف، او الناس اللي بعتت لي على الواتساب حكايات حقيقية حصلت لهم نتيجة استخدامهم لشمس المعارف، او لان شخص حواليهم استخدم الكتاب ده او قرأ الكتاب ده، ان حياته اتدمرت. وحياته اتدمرت بالمعنى الفعلي مش وصف، يعني فعلا حياته اتلخبطت خالص، حياته ما فيهاش اي استقرار، وغالبا كان في منهم ناس بتتجه للانتحار. ولكن نرجع تاني للشيخ احمد البوني وحقيقة الكتاب. احمد البوني بيتكلم جوه الكتاب عن فكرة الرموز والحروف واسماء الله الحسنى، وقوة كل رمز وكل حرف، والرموز دي بتتكون من ايه، وحروف اللغة العربية دي عبارة عن ايه، وعظمة اللغة العربية دي عبارة عن ايه، وكل حرف في اللغة بيدل عن ايه. لدرجة انه مثلا بيتقال ان الحروف اللي منقطة بتبقى حروف اقل حظ، او اقل يعني نحس، ما بتبقاش منحوسة، عكس مثلا حرف زي حرف الثاء في ثلاث نقط فبأكثر نحسا يعني. ده مثلا من ضمن المعاني. وطبعا في الصوفية في علم استخدام الحروف واستخدام الرموز والأفكار أو القوة اللي موجودة جوه كل حرف في اللغة العربية، ومدى تأثيره علينا، ومدى ارتباطه بالفلك. يعني مثلا لو كوكب كذا وكوكب كذا حصل بينهم تقارب في وقت معين وفي يوم معين بطريقة معينة، ده معناها ان ليها مدلول معين، وبالتالي في طلاسم جوه كتاب شمس المعارف بيبقى ليها مواعيد محددة. يعني ما ينفعش انك تعمل الطلاسم دي في اي وقت، لازم يكون ليها مواعيد تتناسب مع الحروف والارقام والتاريخ، ومرتبط جدا كمان بعلم الفلك. ولكن كمان جوه كل هذه الطلاسم وجود اسماء غريبة، اسماء بيقال بقى انها اسماء للجن، اسماء للملائكة. ولكن خلينا نرجع خطوة لورا. كل اللي اتقال عن شمس المعارف في الانترنت هو عبارة عن اجتهادات شخصية. صحيح في تجارب وحشة جدا لناس عاشوها لما اشتروا كتاب شمس المعارف او قروا كتاب شمس المعارف، ولكن الجهل بالعلم او العلم الفلك او العلم الصوفي ده سبب رئيسي ان انت ممكن تتصرف غلط. لكن خلينا نتكلم في زاوية تانية خالص ممكن ما تعجبش ناس كتير. مجرد اعتقادك وايمانك من جوه ان في شيء او ان في طلاسم او ان في حاجة انت ممكن تعملها، الحاجة دي هتطلبها من شخص معين غير الله
هينفذها لك وحققها لك، ده اسمه كفر. لما توصل لمرحلة انك تبقى مقتنع من جواك انك ممكن عشان خاطر تجلب الرزق او تفرق بين اتنين او تخرب حياة شخص انك تحضر له طلاسم معينة او حاجة محددة في يوم معين بحروف معينة وباسماء اشخاص معينة، مجرد ايمانك من جواك ان ده ممكن يكون موجود يبقى ده اسمه كفر. عمر ما حد هيعرف يعمل لك اي حاجة الا بامر ربنا. السحر موجود ومذكور في القرآن، لكن اعتقد ان الدعاية الكبيرة اللي اتعملت لكتاب شمس المعارف هي كانت بهدف البيع او هدف الانتشار، لان الحقيقة ان شمس المعارف في المقدمة بتاعته للشيخ احمد البوني الراجل بيقول لك بمنتهى البساطة ان الكتاب ده لازم اللي يمسه او يمسكه لازم يكون متوضي ولازم يكون عنده ايمان قوي بيه ربنا سبحانه وتعالى وبالقوة الخفية وراء الحروف والارقام والاسماء. وفي نفس الوقت بيقول ان الكتاب ده لو وقع في ايد حد مش متخصص او مش فاهم هيتسبب في أذية كبيرة ومشكلة كبيرة ليه. بغض النظر عن كل التفاصيل الكتير في شمس المعارف، الحقيقة اللي لازم نكون عارفينها كلنا ان كتاب شمس المعارف محرم في الدين الاسلامي، وما ينفعش ابدا مسلم او مسيحي او يهودي يقتنع من جواه ان في ممكن تكون قوة خفية تقدر تنفذ لك اللي انت عايزه. فشمس المعارف كتاب خطر خطر، ولكن ما ينفعش نديله حجم اكبر من حجمه. انا كنت هنشر في الفيديو ده مجموعة من الرسائل الصوتية جات لي كتير جدا من متابعين على رقم الواتساب الشخصي بتاعي اللي موجود على الصفحة، وفعليا القصص كلها مرعبة ومخيفة، ولكن في الاخر حسيت ان ما ينفعش انا كمان ادي للكتاب حجم اكبر من حجمه. وبس كده، سلام عليكم.